عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. وانتم كتشاهدوا الفيديو اللي غادي نحط معكم اليوم ان شاء الله. غادي ندير معكم واحد العجين الصابلي اللي كندير منه اربعه ديال الاشكال، تجيو رائعين وفقيه الروعه صراحه، وزوينين بزاف. ونتمنى من الله تتابعوا الفيديو وتعرفوا باش تعرفوا المقادير والطريقه باش حضرت انا الصابلي ديالي. بسم الله، بسم الله على بركة الله. اليوم البنات ان شاء الله غادي ندير معكم واحد الصابلي اللي تيجي رائع رائع بزاف. انا عندي هاد الزبده، زبده حيوانيه من النوع الممتاز اللي تبيتها في درجه الحراره المطبخ، ما تنديرهاش في الثلاجه فاش تمرين نصاوب الصابلي. البيض حتى هما كيكونوا في درجه الحراره المطبخ. البنات عندي هنا 250 غرام على 250 غرام، هي 500 غرام ديال الزبده. ها هي، حيت غادي نعجن عجينه واحده وغادي نفرقها البنات. عندي واحد كاس ونص ديال السكر حبيبات سنيده هكذا اللي تكون رطبه شويه، ما تكونش ديك الخشينه بزاف هكذا البنات. عندي واحد كاس ونص ديال الزيت، حتى هو زيت نباتيه، شويه قبيصه ديال الملح باش كتعدل لنا الذوق. واحد جوج معالق ديال النشا كما شفتوا، راه النشا الذره راه تصاوب الصابلي صراحه كيجي زوين. عندي الفاني على حسب النكهات اللي بغيتو التنسيب، عندي ديال الفاني جوج ثلاثه د البيضات. وغادي ندير لهم غير الصفار البنات، ها هما اللي بغى يدير بالصفار بالبيض يديرو ماشي مشكل، انا غادي ندير غير الصفار صافي البنات. ومع هاد الحميره الحلوه ما غاديش ندير، كاع. من بعد غادي نفرغ كل واحد العجينه ديالي باش غندير لها النكهات. غنفرق على خمسه ان شاء الله. نجيب دابا واش غادي نعجن ان شاء الله، واش غادي نخدم ان شاء الله يا ربي. كذلك البنات غادي نحل الزبده ديالي، نجيب الصحن ديالي فاش غندير. كي تشوفوا الزبده البنات ها هي، شوفوا هابطه الزبده، تكون في درجه حراره المطبخ باش تجي الناس سهله. وفات السخونيه يقول لكم فات الصيف، واخا تدعب واحد 10 دقائق من قبل من الثلاجه راه تكون زوينه. وهذه الزبده ما تيكونش فيها الماء، هذه الزبده كتصاوب الحلوه زوينه صراحه. ندير هذه حتى هي، غادي ندير جوج، غندير جوج ديال ندير منها باش تعطيني. غادي نعجن عجينتي في خطره، ما غاديش نعجن ونعاود عاد. عجينة الصابلي راه عادي كلشي تيعرف يدير الصابلي البنات، ما كايناش البنت اللي ما تعرفش دابا دير الصابلي. غير المهم تنشارك معكم الطقوس ديال العيد ديالنا ان شاء الله مع المشاهدين ديالنا، مع المتتبعات الوفيات اللي كيتابعونا. تنبغيو نشارك معكم الحياه ديالنا شنو كنديروا. وكي قلت لكم في الفيديوهات ديالي دائما تنقول لكم انا ولفتكم. والمهم دابا تيخصني نشارك معكم كل شيء. غندير هاد السكر، غنزيد واحد نص كاس ديال السنيده حتى هو هكذا. الحلاوه يعني نقصوا منا ماشي مشكل، واخا ما يكونش حلو بزاف. دابا كيعرفوا دابا راه ولا الجسم ديال الانسان ضعيف البنات. غادي نخدم هذا حتى تولي عليه على شكل كريمه. غادي نخدمها مزيان البنات كي تشوفوا هكذا. غادي نخدم هذه الزبده، الزبده ساهله مهله في الصيف صراحه، تكون الزبده ساهله تتخدم دغيا. غادي نخدم معي هذا السكر باش يخدم مزيان، وندير واحد الفاني باش كتخدم لي الفاني باش كيخدم لي هذا هاد الزبده. هاد الفاني هو اللي تيخدم الزبده مزيان، حتى هو كيساعدك على الخدمه ديالها. هكذا البنات نعجن عجينتي، وندير شويه ديال المليحه حتى هي باش كنعدل الذوق على بنتي. مليحه غير على حساب باش كنعدلو الذوق صافي، ما نديروش كثيره في الحلوه صافي. بعد ما غادي نسالين غادي نزيد الزيت ديالي تدريجيا شويه بشويه، وانا تنخدم هكذا. الاولى البنات نخدمو الصابلي مزيان في
التاليه البنات الصابلي فاش نديرو الدقيق. احنا راه موريت معكم الدقيق عفوا، كنت غادي ندير الحلوه بلا طحين. البنات بسكيت خلي الحلوه اللي شريت. كما تشوفوا هكذا كنخدم الزبده ديالي مزيان مزيان. والطحين غادي ندير فاش نديرو الطحين كي بدكم، ما كملتكمش الطحين البنات ما نقلكوش، غنجمعوه براس الاصابع ديالنا باش الصابلي ديالنا كيجي ناجح 100%. كيطلع الصابلي بعد ما درت البنات البيض ديالي صافي، هنا هرست البيض درتم، العجينه ديالي واجده. دابا غادي انا ندير الطحين ان شاء الله. الطحين غندير تدريجيا، وكي قلت لكم الصابلي دابا غادي نبقاو غادي نديرو غير براس الاصابع ديالنا وحنا كنضيفو الطحين. غادي كنضيف هكذا شويه بشويه وانا كنجمع براس الاصابع ديالي. غندير دابا واحد المعلقه ديال النشا راه تفتي الصابليه البنات، واللي ما عندوش ماشي مشكل معليش. انا بقى غير شويه في هذا واحد جوج معالق اللي بقاو غادي نديرهم كلهم، انتم غادي نسوس الباقيه كلها صافي. راه بقى فيها النتي واحد جوج معالق اللي بقاو لي فيها، غادي نسوسها عندي ما محلولاش صافي بركه. غادي نكتفي غير بهذا الشيء اللي عندي هنا هكذا البنات صافي. بعد ما سوسيت النشا ديال الذره ديالي، راه قلت لكم راه تزين الحلوه صراحه، تيصاوب واحد الحلوه رائعه صافي البنات. غنطعي هكذا غير براس الاصابع وانا تنحرك، ما غاديش نسميتو نخدم مزيان هاد الصابلي باش تيبقى عادي. وعلى الاقل هاد الصابلي غادي نديروه واحد نص ساعه في الثلاجه، بعد ما غادي نفرق الصابلي ديالي كل واحد غادي نديرو النكهه ديالو وغادي ندخلو الثلاجه واحد نص ساعه نبدا نخدم به. نبدا ملي خدمت الاولى وانا غادا حتى نسالي الصابلي اللي عندي كله البنات، ونوريكم الشكل ديالو كيف غادي نشكلو ان شاء الله. يا ربي خليكم معايا وما تمشيو فين. صاليت العجينه على هذا الشكل هذا البنات، هي كي تشوفوا ما دلكتاش، غير جمعت عجينتي باش تبقى لي هكذا على هذا الشكل هذا، تكون تفرتت هكذا ما تكونش مدلوكه البنات صافي. دابا غادي نفرقها على ربعه، وحدي غادي ندير لها النكهه ديال الحامض قشور الحامض، وحدي غادي ندير لها واحد الباني ديال فلو فلو الباني، وحدي غادي ندير لها فلو ديال ديال الشوكولات هكذا البنات. هي فرقت على ربعه، كل وحده غادي ندير لها النكهه ديالها ونرجع معكم ان شاء الله. انا عندي هادي ندير لها شويه ديال الحامض، المهم كي شفتو غندير غير شويه شويه من الحاجه، مغاديش ندير كثير الحلوه فهاد العيد ما كتكلش الحلوه بزاف، وبالاخص دابا في الصرونيه الحلوه ما كناكلوهاش بزاف. الدراري ما تاكلوناش الحلوه، المهم ديال الدار تيبغيو غير داكشي ديال المواكز، تيبغيوش ياكلوا لنا هادشي ديال نديرو في الدار. هادي غير كنديرو شويه، حنا ما تنساوش العاده ديال بلادنا. المهم تيجي هاد العيد تيخصنا نديرو شي شويه، لا بدنا نديرو شويه هكذا. دابا بعد ما فرقت الحلوه ديالي هنا غادي نجيب كل وحده غادي نديرها ونديرها في بلاستيكه ونديرها في الثلاجه واحد نص ساعه ونرجع نطلق معكم ان شاء الله. وخليكم معايا ما تمشيو فين. دابا غادي نبدا بالكويره ديالي الاولى، ها هو الحامض ديالي فين درتو، غادي ندير لها النكهه ديالها هكذا. غادي ندخل فيها الحامض مزيان حتى يجي هاد النكهه ديال الحامض رائعه صراحه هكذا. غادي نديرها في الميكه ديالها هكذا، ندخل فيها هاد الحامض مزيان البنات كي تشوفوا هكذا، ندخلو فيها مزيان داخل ونديرها في بلاستيكه. بعد ما دخل الحامض فيها غادي نسبق ملي بيضين هكا، غادي نديرها في بلاستيكه وندخلها في الثلاجه باش تجيو النكهات مختلفين البنات. غادي ندير هذه اللي غندير فيها فلو،
ديال الفاني، حيت حنا عندنا الشاسي كبير ما غاديش نديروه كله. انا الا درت الشاسي كبير خصني نزيد البيض هكذا، غادي ندوز هذه ديال فلو دو الفاني، النكهه ديال فلو دو الفاني. الفلو دو الفاني كيجي رائع، تجي النكهه ديالو زوينه بزاف. صافي ما غاديش ندلكو بزاف، غير هكذا نجمعها فيه وصافي. غادي نجيب بلاستيكه حتى هي نديرها في البلاستيكه، وانا هكذا حتى نسالي كلشي. هادشي اللي عندي دابا بقى لي هادي وحده، غادي ندير لها فلو ديال الشوكولات. ها هو كيف تشوفوا راه حنا عندنا الشاسي كبير، ما يمكنش نديروه كله. الا درناه كله كيقول لكم خصنا ما نديروش الدقيق. صافي يا البنات غنستمر هكذا. بقات لي هديه اللي غندير فيها شويه ديال نكهه القهوه. صافي هذا مكا البنات، حتى نرجع نصاوبوا نبدا الحلوه ديالي. صافي دوزت واحد الساعه انا ندير المريشمات، وما باش غادي ندير بعد المريشمه هذه كتعجبني صراحه، هي كتعجبني الحلوه ديالها. ندير هذه ها هي، وغادي ندير هذه حتى هي كتعجبني الحلوه ديالها بهذا الشيء. وغادي ندير هذا، ندير هذه ديال الشهده، ما باش غادي ندير نطبع. صافي يا البنات دابا غادي نبدا بهذه اللي عندي فيها واحد الفلو ديال الشوكولات، بها غادي نبدا وغادي نختمها هكذا كي تشوفوا. غادي نبدا دابا فاش ما حدرناها في الثلاجه، انا عندي واحد البلاستيكه من تحت وغادي نزيد واحد البلاستيكه من الفوق هكذا. صافي وغادي نبقى ندلك هكذا نخدم هكا. صافي ونمشي كندلك فاش السمك اللي بغينا، اللي غادي نديرو جوج وحده على وحده غادي نديروها رقيقه بزاف، واللي غنديرو غير وحده بوحده غادي نديروها عاديه. صافي انا غادي ندير الحلوه ديالي عاديه البنات، كتشوفو هكذا غنديرها مزيان. هي غادي نشوف هاد القطعه، يلا جبتها اول مره غادي نسيبيها، غادي نشوف الشكل ديالها كيفاش داير. سلام غادي نشوف البنات هي هذه اللي غادي نحيدو حتى هي، غادي نديروها نجمعو هاد العجينه باش ما كدهناش كي شفتو. غادي نشوف هاد الشكيل كي داير، غادي نجيب واحد المويس باش غادي نهز الشكيل ديال الحلوه ديالي. غادي تحلت لي البنات، غادي نجيب الموس وغادي نهز كتشوفو راه فتيه بزاف، خصني نهزو على شي موس. راه الشكيل ديالها باينه البنات الويون هو زوين. غادي نجيب واحد الموس باش غادي نبقى نهزو، غادي ندير لها دابا بجهه اخرى بهاد الشيء هذا اللي غادي تكون من التحت كندير في الدقيق. بعد البنات ها هي صالي الثاني، واحد ما طيبته هذاك اللي ورات معكم قبيله، ها هو على هاد الشكل هذا هو البنات طيبتو. صافي حتى نزوقو معكم نصاوبلو نزينوه كيما بغينا، تزين على حسب الرغبه. هو هذا الصبلي ديالي بغا ندخل هذا يطيب، مازال لي جوج شكيلات اخرين عاوتاني غادي نجيبهم. هو عطاني واحد لافا كبيره البنات، غندخلو ندير اخرين ونوريكم الشكل النهائي ان شاء الله يا ربي. اللي بعد ما ساليتو هذه هي اللي خدمت بديك الشهده، كتجي رائعه. دير زينتها غير بشويه ديال سكر كلاصي، هذه مازال ما زينتها، هادي غادي نزينها بهاد لي فخوي. هادي ها هي،
وهذه غادي نزينها بالنوبه هي عاد صايبتها. يلا مازال ما بردت البنات، هي حتى تبرد باش غادي نصايبها ونعمر بها هذون هاد الحفيرات. وهذه غادي عاد ثاني نشوف باش نزينها ان شاء الله ونرجع معكم. هذا هو الشكل النهائي البنات ديال الصابلي ديالي اللي درت معكم، ها هو. نتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم ويكون حسن ديال المشاهدين. ها هو هذا زينته بشويه ديال المربى ديال البرقوق هما الملون في ديك اللوين، شويه النكهه هذا بهذا لي فخويف هذا اللوين. وهذا درت له غير سكر كلاصي البنات، ديك اللي كتجي بحال الشهده. وهذا هو درت له هذا الخضر، وهذا زينته بالنوكا اللي كتشوفوا هو زوين، تيجي رائع. النوكا تجي لذيذه بزاف، وهذا بهذا اللوين هذا. وهذا مكان البنات، وهذا الوشكيل ها هو بقى لي هنايا هكذا، وبقى لي شويه من هذا حتى هو وديرتو في الطبيصله. هذا قديتو للعيد ان شاء الله الى عشنا وبقى العمر، ونتمنى لكم عيد سعيد. هو هذا الطبيصله ديالي اللي غادي نحط نهار العيد ان شاء الله. انا صايبتها دابا غادي نغطيها ونخبعها وكذا مصايبه. نتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم ويكون حظكم ديال المشاهدين، وبشركم مبروكين وتعيدوا بالصحه والهنا. والسلام عليكم الى يوم جديد وفيديو جديد الى بقى العمر ان شاء الله البنات.